ثريا خانم، المراسم رح تنعمل اليوم ولا بكرة؟ جميلة حبيبتي، ليش بصلتك محروقة؟ مراسم تقديم ملكة بوبال الجديدة بدها تحضيرات كتير. تعي لقلك امشي معي. تفضلي دوقي هالأكلات الطيبين هدول. تفضلي دوقي هالأكلة، أنا مبارح عملتها بإيدي الحلوين هدول. شايرة شايرة لحظة، استني شوي أنا جاي لعندك. يا جماعة هاي المراسم لتقديم العروس. بس أنا زعلانة من قلبي على شايرة المسكينة، هي ما عملوا لمراسم تقديم. وشوفوا كيف عم تركض مشان مراسم نور ومبسوطة مشانها. لا مو هيك، مستعجلة مشان روح جيب دواء لأمي. شايرة استني، تعي لهون شوي، تعي لعندي، تعي. هي الإسوارة هدية مني إليك أنتي. مثلك مثل نور، ما بميز بيناتكن. الله يباركك ويحميكي من العين حبيبتي. شايرة الغالية، ما في حدا عم يفهمك ويحس فيكي، بس أنا فهمانتك منيح. بس قولي الحمد لله إنه أزال لهلأ ما استغنى عنك. بالنسبة لأزان، أنتي مرته، أنتي مرته الأولى ونور مرته الثانية. عنجد قليلي إنه المرأة شو بدها أكتر من هيك؟ زوجة يهتم فيها ويحافظ عليها ويحبها قد الدنيا. أنتي ليش عم تعطيها أمل للبنت يا ثريا خانم؟ كلنا منعرف شو طبيعة الرجال عنا، وقت بيملوا من المرأة الأولى بيروحوا بيتجوزوا مرة تانية، وببساطة وقت بيملوا من المرأة التانية بيتجوزوا المرة الثالثة. شو؟ في شي غلط بحكي؟ لا حكيك صحيح، حكيك صحيح. هيك لازم ينقال. بيكفي. أزان؟ اللي كيف طالع؟ بصراحة ولا كذب؟ حتى لو كذبت علي رح أكشفك فورا. رح أعمل شي واحد، رح أقلك الصراحة. أنت عندك أناقة بلبسك، وعندك جمال وضحكة حلوة كتير. أنت عندك كل شي يا نور، ما عدا شي واحد. القلب. انت ما عندك قلب. انتو اليوم للأسف ضيوفنا، مشان هيك رح ضل محترمة وجودكن عنا. بس اصحكن اصحكن ترجعوا تحكوا اي كلمة سيئة عن زوجي. يلا لشوف، خلينا ننسى هالقصة ونلعب ونتسلى لبين ما تجي نور لهون. دلروبا جيب اللوح وتعا. يلا لشوف، هاي لعبة مسلية كتير، وفيكن تقولوا هاللعبة مثل مسابقة. رح نعطي نقاط لنور وشايرة، والنقاط بناءً على صفاتهم الحلوة والسيئة، وبعدين منشوف أي وحدة من زوجات آزان رح تجيب نقاط أكتر. مرته الأولى ولا مرته الثانية؟ يلا نبلش. إيه يلا. خلصنا. شو هالجنان يلي عم تساوي؟ شايرة هذا مانو جنان حبيبتي، هاي بس لعبة صح يا جماعة؟ شو عم تعملي شايرة؟ لا تعملي دراما، هدول ضيوفنا شو رح يقولوا عنك؟ عادي شايرة خانم، عادي عادي هون عادي. اسمعوا كلكم شو رح أقول، هاي مجرد لعبة ماشي؟ ما حدا رح ياخدها على محمل الجد. ها؟ لو فتلت الدنيا كلياتها مستحيل أقدر لاقي شخص شرير ولئيم مثل هي. لك بتحسيها مجنونة؟ تصرفاتها بتقول هالشي. أزان بيعرف نور من هنن وصغار. أما شايرة بتعرفه من كم سنة، يعني نور أحق. معناتها نور أول وحدة بتاخد معنا نقطة، حلو كتير. ب-
بس أنا بقول إنه شايرة فهمانة وعقلة وأحلى وأهضم من نور بكتير. هالشي صح؟ هذا الحكي مانو صحيح، لأنه نور تلبس أحلى وستايلة بجنن. هالشي بيعني إنه كل واحدة منهم أخذت نقطة صح؟ أوه، هاي نقطة لنور وهي كمان نقطة لشايرة. برأيي كل واحدة منا عندها رأيها الخاص فيها، ما فينا نحكم مين الأحسن بيناتهم. بظن لازم نسأل أزان مين بيستاهل نقاط أكتر، يعني بالأخير هو يلي بيقدر يحكم مين الأحسن بنظره. بكفي، وقفوا ضحك. أزان، استنى شوي، وين هديتي؟ أنا هدية اليوم مناسبة تقديمي ملكة. عن جد نور؟ ماني رايق لحتى تمزحي معي، لأنه وجودك بهذا البيت عم يوترني ويزعجني. ما بحق لك تطلبي شيء، وقفي لي هالدراما وخليكي ساكتة. أزان، اسمعني. ليك، كل الناس صاروا ناطريننا برا، بترجاك لتخجلني قدامه؟ عن جد؟ ومن ايمتى بتخافي انتي من حكي العالم؟ لانه حسب ما بعرف انتي اللي حطيتينا بهذا الوضع، وما سألتي لا علي ولا على امي ولا على رفقتنا. اسمعي شوي، انتي اللي بلشتي بهذا الشيء يا نور، بس انا يلي رح انهي. لما بدي انا رح انهي هالموضوع، فهمتي؟ باي. غلطان آزان، الامور رح تضل ماشيه مثل ما انا بدي، واليوم رح تقدم لي هديه قدام كل الناس لاني صرت ملكه. شايره، شو عم تعملي انتي؟ هيك منحكي مع الضيوف؟ انا بعرف انه الضيوف بيجوا بأدبهم وبيرجعوا بيروحوا بأدبهم. وأنا كمان بعرف إنه الناس يلي بيتدخلوا بحياة غيرهم ما فينا نحترمهم لأنهم بلا ذوق. ليش عصبتي أنت هلأ؟ شو حكينا شي غلط؟ إذا زوجك تركك وراح تزوج وحدة تانية، نحن شو ذنبنا بهالقصة؟ آزان ما كان بده يتزوج، هو انجبر على هالشي. وبما أنكم بتعرفوا بكل شي، أكيد بتعرفوا ليش انجبر. شوفوا على هالحكي، لساتها عم تدافع عن آزان بعد كل شي عملوا فيها. إيه، لأنه كل الناس بالحياة ممكن يغلطوا إلا زوجي أنا. آزان ما عمل شي غلط بحقي لهلأ ولا رح يعمل. آزان، أنا بفتخر فيه كتير، وما رح أسمح لأي حدا مرة تانية إنه يهين زوجي قدامي. شايرة، ليكون أنت زعلتي مني؟ كنا عم نمزح ونتسلى بس. صدقيني بعرف الفرق بين المزح وبين المسخرة على العالم. كيف فينا نتضايق من الغرب إذا الناس القراب منا ويلي من عائلتنا عم يضحكوا علينا ويتمسخروا؟ آزان؟
شفتي؟ قلت لك هالحكي، نور عندها حركاتها الخاصة وقوية كمان. نور لازم تعلمنا كيف ناخد عقل هالرجال بثانية واحدة. والله أنا يلي شايفتلكن يا عكس هالحكي، أزان مو مبسوط بهالزواج. شايرة؟ أنا حكيت مع آزام بالقصة إنه ما يتصرف بهالطريقة الرومانسية قدام الكل، بس يمكن آزام ما قدر يسيطر على حاله. خالتي شو كل هاد؟ آه إيه صح، هاي مسابقة بينك وبين شايرة. مسابقة شو؟ البنات عم يعطوكي نقاط إليك ولشايرة بناء على مظهركن وصفاتكن. يبدو إنه أنا يلي ربحت بالمسابقة. يلا، كل الأحوال أنا مرته الثانية، بس أنا اللي ربحت المسابقة. يلا نلعب جولة ثانية؟ إيه يلا طبعاً. يلا حبيبتي قعدي هون، وشايرة أنت قعدي حدا، لازم يكون في حدا عم يجمع الهدايا يلي إجت لنور. شو وين رايحة شايرة؟ سمعتي سوريا شو قالت؟ تعي خلينا نبلش هاي المناسبة. دير روبا، اتصل على المكتب وقلن اني رح اتأخر شوي عن الاجتماع. حاضر. بالرغم من كل شيء هذا حفل تقديمك انت كمان. أحسان رجاءً. شو خالتي سوريا؟ شكلكن عم تلعبوا، ممتاز هالشي حلو، رح نتسلى كتير. هاي اللعبة هي مسابقة بيني وبين شايرة، أكيد رح نتسلى. تماماً، خلينا نعمل شغلة بالأول، رح نتسلى باللعبة أكتر من قبل. أهلا وسهلا، شكراً كتير لحضوركن اليوم بمناسبة تقديم مرتي. تعي شايرة. نور عدي على جنب. يلا اسمعوني، نحن اليوم جايين مشان مناسبة تقديم مرتي شايرة الملكة الجديدة لبوبال. أزان يمكن أنت نسيت شي مهم، مناسبة التقديم لنور. خالتي يلي بعمرك هنن يلي بينسوا، مو يلي بعمري. يمكن أنت نسيتي إنه شايرة هي مرتي من الأول ولازم نعملها مناسبة التقديم. المناسبة رح تستمر بالحقيقة. رح قلكن شي، شايرة كان رح ينعملها مناسبة التقديم، بس بتعرفوا إنه صار حريق ببيتنا. بهذا الحريق نحن خسرنا خالتي ياسمين أم لنور وخطيبة فايز. نور ما قدرت تتحمل هي الصدمة،
ومرتي قلبة طيب حست بالشفقة والذنب فقدمت لزوجها بمثابة اعتذار. صدمة مو؟ واضح إنه نور مثل الأولاد لساته عقل صغير وبتفكر بغباء وأنانية. نور كان بدها تلعب وتتسلى، يمكن ما لقيت غير اللعبة يلي اسمها آذان يلي هو لشايرة. شايرة قبلت ببساطة إنه تعطي آذان لنور، بعتقد إنه هنن التنتين نسيوا إنه الألعاب ما عندها قلب، بس أنا في عندي قلب. هالقلب ما بيتحمل أبداً إنه ينظلم حدا طيب مثلك. لهيك يا خالتي، أول شي رح يكون حفل تقديم شايرة، أنا آسف حبيبتي، حاولت كتير بس ما فيني شوف ولا بني آدم عم يهينك قدام عيوني. أنا كرمالك بقدر أسكت وأتحمل كل شي عم بيصير، بس شوفك عم تنهاني ما بتحمل أبداً. يلا لشوف بهاليوم العظيم، خلونا ننبسط هلأ ونبلش بحفلة تقديم مرتي شايرة كملكة. يلا يلا على السريع، يلا خلونا نبلش. إن شاء الله ألف مبروك يا حلوة، ويخليكن لبعض أنت وزوجك طول العمر. هاتي لشوف، رح أفتحها، خلينا نشوف شو في بقلبها. واو، شو هاد، شو هالطوق الحلو. خالتي اعطيني القلم. على هالهدية الحلوة والمميزة هي شايرة بتاخد نقطة. نور هاي إلك. هدية. خالتي هالشال كتير حلو، بس أنا بعرف شايرة ما بتلبس هيك شيء أبداً. برأيي نحن لازم نعطيه لنور، يعني هذا ذوقها وهيك مستواها باللبس ضايج كتير مثلها، هيك بيناسبها. نور خدي هاد، مسكيه، مبروك عليكي. آذان هالشي معناتها إنه نور بتاخد نقطة هلأ. إيه خالتي صح، خلينا نعطيها نقطة، حرام.
عن جد خالتي هدول الأساور كتير حلوين. يلا لشوف، خدي هاي اللقمة من إيدي. يلا 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 بسرعة افتحي دمك. كتير منيح خالتي، هدول الأساور رح يطلعوا كتير حلوين على إيدين شايرة. بيجننوا، بتقولي مصنوعين لإلها، وما بظن إنه يلبقوا على إيدين نور، مو هيك؟ يعني أعطيهم لشايرة؟ رح أعطيها إياهم. تفضلي شايرة. شكراً كتير لكم إنكم إجيتوا بهذا اليوم وكنتوا جزء من هاي المناسبة. هلأ ما بعرف إذا الكل حس مثلي، بس أنا استمتعت. مو نور؟ تسلينا كتير. رح خليك تندم لأنك هنتني قدام الكل. آزان، آزان حبيبي، مراسم تقديم شايرة خلصت، شو مشان مراسم نور؟ بالفعل يا خالتي، انت ظريفة كتير، تهتمي بمشاعر الكل هون. شو رأيك طعميكي من هاي الأكلة؟ لا آزان، بما أنه الملكة رازية مانا هون، لازم حدا يعمل مراسم التقديم عأصولها، مزبوط؟ معك حق يا خالتي، لازم نعمل كل شيء عأصوله، وإلا رح تزعل نور لأنها عنيدة. وبتعرفي شغلة؟ هي أكتر شيء بدها قدرت تاخده، قدرت تاخده لآزان. يا جماعة، إذا في شي حدا بده يقدم لها شي لنور يقوم يعطيها إياه هلأ، يعني برأيي مية مية على الماشي، هيك بناسبها أكتر. وإذا كان ما معكم فراطة هلأ مو مشكلة، أنا بزبط لكم الموضوع. ديل روبا ما شوكة، تعوا شوي. آزان أنت شو عم تعمل؟ شايرة، خليني أعمل اللي لازم أعمله من زمان. تعي عادي، يلا ارتاحي، رجاء تفضلوا. يلا نور عم تستناكم. للروبا وماشوكا، ليش هيك انتوا واقفين؟ يلا تعالوا اعطوها مصاري لنور. بس آزان، انا رح اعطيها 2100 بهالايام. المية ما بقى جابت شي. معك هي الـ2000 مني ومن عمك أسجار. وهلأ اسمحوا لنا نمشي. استنوا شوي قبل ما تروحوا، خلونا نشوف النتيجة النهائية ونشوف سوا مين يلي ربحت. شايرة اليوم إجاها هدايا تياب ومجوهرات وأساور وكتير شغلات حلوة. ونور بالمجمل إجاها 3000. 3000 صح؟ ايه، انت لحالك عطيتيها 2000، معناها شايرة هي يلي فازت. شاهدين؟ شايرة ربحت.
أنا مبسوط كتير لأنه بمراسم تقديم شايرة ونور إجاهن الشيء اللي من قيمتهم واللي بيستاهلوه. صح نور؟ صح شايرة؟ يا الله يا نور، على فكرة ما في داعي تعصبي مشان قصة المصاري، أنت ما أخذتي موقف وعصبتي بالوقت المناسب. كنتي قاعدة وما حكيتي. لك لحقتيني لعصب أكتر؟ لا لا نور، أنا أجيت لأسمعك وشاركك وجعك. مين في غيري أصلاً بحس فيكي بهالبيت؟ بس هدي حالك أنت، برأيي هلأ إنه مثل ما بتعمل شايرة لأذان لتهدي أنت تعملي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ أوه، بتذكر وقت شايرة عملت هيك لأذان دغري هدي. بس أنتي ليش عصبتي؟ حاج تحكي، ما رح اهدى أبداً. اسمعيني نور، انسي كل شيء أنا حكيته، اسمعيني لحظة. ايه خدي نفس عميق لأنه بيقولوا هالشي بيهدي الأعصاب. قلتلك من شوي ما رح اهدى لو شو ما حكيتي وشو ما عملتي، فهمتي حكي؟ لك أنتي فهميني لوين رايحة؟ لوين رايحة؟ ليكي بس فهميني لشو هالعصبية هي كلها وهالتوتر هاد؟ بدك تعصبي على حدا؟ عصبي على الست شايرة. شو قصدك؟ انتي عصبتي واجيتي فشيتي خلقك لحالك، بس شايرة تصرفت بذكاء أكتر. تعي معي. آذان فهمني، شبك انت؟ ما شفت حالك كيف خجلت لنور قدام الكل برا؟ غريبة انتي شايرة، من شوي نور هانتك قدام الكل وقللت من قيمتك، بس لما اجيت انا بدي اخذ لك حقك منها قدام الكل انزعجتي عليها. انسي هلا هذا الحكي، يعني ما ضل شي نحكي فيه انا وياكي غير نور ومشاكلها. اذان بكفي. معقول شايرة تكون عم تلعب بعقل اذان؟ معقول؟ انتي أذكى منا بكتير يا نور، شايرة هي اللي بلشت بهاللعبة هي. لا تسأليني شو بدك تتصرفي لأنه ما بعرف، لازم تكسبي آذان لصفك، هذا رأيي أنا. كيف بتتجرأ تلعب معي؟ لك كيف بتتجرأ؟ استني 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 نور، وقفي. لوين رايحة انتي؟ كل ما ضايقتيها وهنتيها لشايرة أكتر كل ما آذان رح يتقرب منا. رح قلك شي، انسي موضوع شايرة وركزي كتير منيح على آذان بس، وبس تقدري تسيطري وتملكي أعزام بإيديكي رح تقدري بوقتها تتحكمي بشايرة كتير منيح، فهمتي حكي؟ إذا نور تولدنت كمان هالمرة، أنت كمان ما قصرت وتولدنت أكتر منها. مالك شايف كل شي عم تعمله هي مشانك؟ حاول تفهمها وتستوعب هي ليش هيك عم تعمل. أعزان كل شي هي عم تحاول تساويه لأنه محاسة بالأمان معك ولا بهالبيت حتى. لا تنسى أنه كرامتها صارت من كرامة هالعيلة. اسمعني آذان، لازم تصون نور قدام الكل، لهيك مو حلو تصرفك معها قدام النسوان. أنت غلطت معها آذان. شايرة نور هي يلي بلشت مو أنا. إيه صح هي اللي بلشت، بس أنا كنت رح أنهي هالموضوع، كنت رح أترككم من دون ما أحكي شي، بس لا، حضرتك قلبت المراسم مسخرة. خلاص شايرة لا بقى تحكي، لو سمحتي لا عد دافع عن نور بهالطريقة قدامي. يلي عملته نور قدام الكل غلط وتستاهل تتعاقب عليه. شايرة أنا خلاص. أنا رايح على المكتب، انتبهي على حالك منيح. ايه أنا رايح هلا. ماشي بشوفك، بشوفك هنيك. ديل روبا؟ نعم. الواحد شو بيعمل إذا طلعت له قطة سودا بوشه؟ المفروض إنه يغير طريقه. صح، حط لي أغراضي بالسيارة. حاضر.
لكن طلعت معك إنه أنا قطة سودة مو؟ مهضومة كتير، بحب هضامتك. على كل، أنا ما بدي عطلك عن شغلك، إجيت لسبب معين. اليوم أنت خربت لي مراسم التقديم اللي بتخصني، لا تخجلني كمان هاي المرة. اليوم طبخت لك شير خارمة اللي بتحبها أنت. تتذكر وقت كنت تعرف أني رح أعمل لك هالأكلة تركض بالبيت على قد ما بتحب تاكلها؟ رجاء أنكول عملت لك إياها لحتى حاول أقرب منك. بحياة رفقتنا. شو هاد؟ شو صار؟ مو طيبة؟ طيبة؟ نور شو هاد اللي طبختي؟ بحياتي ما دقت أسوأ منها. بس كيف هيك؟ عملتها مثل ما قالت لي أمي، وأنت كنت تحبها لما كانت تعملها أمي. أكيد نسيت حط لها شيء. حتى لو كانت وصفة خالتي، بس أنا بعرف إنك أنت نسيت تحطي أهم شيء بهي الأكلة، الحب. هالصحن هاد كتير بيشبهك، سيء مثلك تماماً، وكتير مزعج كمان مثلك انتي. وهلا رح روح على المكتب، حتى لو انتي ما حافظتي على صداقتنا، أنا أكلت بس مشان العشرة يلي بيناتنا. ولا قلك نور، نحنا ما لازم نستخف بالأكل لو شو ما صار، حرام نعمل هالشي. عندي فكرة. خد بيلو راني، خد هالأكل. يلا كول بيلو راني، وإلا قطتنا السودا رح تزعل كتير. هيك مو طيبة؟ صح. شفتي يا نور؟ الأكلة يلي عملتيها أنت كتير سيئة، لدرجة إنه بيلو راني ما أكلها. غريب. بتمنى تتذكري هذا اليوم لآخر النهار بعمرك. وهلأ برأيي فكر كتير منيح قبل ما تهيني شايرة مرة تانية قدامي. شايرة أكيد رح تسامحك، بس أنا من جوات قلبي صرت أكرهك يا نور. شو؟ قلت لي أزان قال عن نور إنها قطة سودة؟ لك إيه؟ مو بس هيك، شفته كمان كان عم يتمسخر ويطعم الشير خارمة تبع نور للقطة. شو عم تقول أنت؟ يا ريت كنت أنا. أنت كل همك إنك تعبي بطنك. لا تغير الموضوع، يلا أحكي. هذا كل شيء. ما بصدق هالحكي، بحب أسمع كل التفاصيل. يا الله منك يا مشوكة، معقول عم تكذبي رفيقك الوحيد؟ خلاص زعلت منك. لك أنا ما عم كذبك. شو بده يكون صار يعني؟ لك تخيلي حتى القطة ما رديت تاكل من الأكل اللي عملته نور. تعرف إنه اليوم الطريقة يلي تعامل فيها أزان مع نور كتير فشتني خلقي منها لهالحية. كتير استمتعت وفرحت من قلبي. فسري لي شي. طيب، من فترة وقت خالد كان لاحق نور، فهمنا ليش كنتي تغاري وتكرهيها، بس هلأ شو مشكلتك معها؟ لأنه هالحية فرقت بين اتنين متزوجين وبيحبوا بعضهم، فرقت بين اتنين قرر القدر يجمعهم سوا، مثل قصتي أنا وحبيبي خالد. هي فرقت بيني وبينه. شو قلتي؟ أنتي وخالد سوا؟
آذان؟ أنت نسيت شغلة. شو؟ قبل ما تروح بتقرأ بسم الله، هيك العادة. معناتها أقوليها؟ ما فيني أنا أقولها آذان. لكن مين بده يقول لي إياها غيرك؟ ما فيني أقرأ لك بسم الله. نور لازم تقرأها. أنا رح أروح أجيب نور. شايرة، أهون علي روح بلا ما أسمعها لأنه خلي نور تقولها. هالمرة يعني بدك يعني روح بدون ما تقلي ليها؟ بلكي صار معي حادث مثلاً، أو وقعت وانكسر فيني شي ضلع، ممكن تتعطل سيارتي، أو ممكن يصير حريق بمكتبي، أو ممكن أتخانق مع شي حدا. معشوقة؟ بتراهني إنه نور رح تقراها؟ أكيد لا، شايرة رح تقراها. آذان، باي حبيبتي. باي مرتي الثانية. نور القصة مو مثل ما لك مفكرة. ما بدي اسمع حكيك يلي بلا طعمة. عم تضحكوا لك؟ يلا اضحكوا، يلا اضحكوا لشوف. سوريا شوفي. شوفي، لا تكوني شفتي شي حشرة برا. حشرة؟ لك هي لا حشرة ولا حتى حية. شوفي شوفي، لك هي رؤي وحكي لي. هي نور، ما فينا نعرف امتى رح تجن على الاخير وتفقد عقلها. معناتها اسحبي نور لصفنا يا زكية، لك اسحبيها لانه هي كتير رح تفيدنا. كتير سهل انك تحكي هيك، بس الاصعب انك تلعب معها او تقرب منها لانها مجنونة. منيح انه ابننا نفد منها. تعرف أزجار؟ لو نور تزوجته كنا وقعنا بمصيبة كتير كبيرة. ابننا المسكين ضربته كتير هالمجنونة، جاي على بالي روح اشتكي للشرطة عنا، بس خالد غبي لأنه إذا فاق رح يحكي كل شي ورح يقضي باقي حياته كلها بالسجن. لك لا تجيب سيرة الشرطة مرة تانية،
إذا بتسمعنا نور هلأ ممكن تجي وتجيب آخرتنا أنا وياك. أنا بحياتي ما شفت حدا بيعرف يمثل مثلك. انتبهي لحكيك يا نور. أنا ما عملت شي يأذيكي لحتى تتجرأي تحكي معي بهالطريقة. ماشي، ويلي شفته من شوي شو كان اسمه شايف؟ كنت عم فهم آزان كيف لازم يتعامل معك. تجي بالأخير بتحطي الحق علي؟ ليش ما دافعتي عني وفهمتي هالشي بمراسم التقديم؟ ليش ما فتحتي دمك بحرف وقت كان عم يهيني قدام الكل؟ مشان هالشي هاد، لأنك بتضلك تصرخي وتتصرفي مثل الأولاد ورح تضلك مولدنة. أنا ماني مولدنة، حاج تقولي لي ولد عم حذرك مفهوم؟ أعطيني سبب حتى ما شبهك بالأولاد يا نور. لما بتصرخي علي ساعتها بترضي غرورك. أنا ما بيهمني كل تصرفاتك، بس صار لازم تنتبهي إنه بسبب تصرفاتك أزان عم يبعد عنك وينفر منك، لك عم يصير يكرهك. سببك مو بسبب حدا تاني. أزان عم يبعد عنك شوي شوي يا نور، بدك تفهمي. سبب عنادك قدرتي تتزوجي منه، بس هلأ هالزواج صار من مسؤوليتك أنت. تعلمي كيف تتعاملي معه يا نور. ماني بحاجة لنصايحك وحكيك الفاضي شايرة، بس لأنه أزان ما رضى يطلقك ويتركك هالشي ما بيعني إنك ربحتي. بدي أخذ أزام بأي طريقة إلي لحالي، ورح أقدر أخده منك لو شو ما كان، لو شو ما صار. أنا مستحيل أقبل شاركك فيه. أنا طلبت منه نتطلق، بس هو يلي قرر إنه ما يتركني. كل حكيك وكذبك ما عاد يهمني. اسمعه يا شايرة، بس هالمرة بدك تسمعي حكي منيح وتحفظي. إذا اضطريتي وقت يصير أزام ملكي رح يحبني إلي لحالي. فهمتي علي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.